السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا وطالباتنا العزيزات عبر قناتكم قناة روافد التعليمية معكم المعلمة ولا إبراهيم أبو ظاهر في منهاج العلوم والحياة للصف الخامس الأساسي ودرسنا لهذا اليوم بعنوان العنصر والمركب. في البداية دعونا نتعرف ماذا سنتعلم في لقائنا اليوم اولا سنستنتج المقصود بالعنصر ثانيا سنتعرف على خصائص العنصر ثالثا سنستنتج المقصود بالمركب رابعا سنتعرف على خصائص المركب عزيزي الطالب لو نظرنا للصوره المقابله والتي تمثل ماده النحاس مما تتكون ماده النحاس تتكون ماده النحاس من ذرات فما المقصود بالذره الذره هي وحده البناء الاساسيه للماده وهي صغيره جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجرده وقد ورد ذكر لفظ الذره في القران الكريم فقال الله عز وجل في سوره الزلزله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى صدق الله العظيم اي ان اعمال الانسان ولو كانت صغيرة وبسيطة سيحاسب عليها إن خيرا فخير وإن عمل شرا فسوف يعاقب عليها لذا لا بد أن نتفكر في أعمالنا ولا نعمل إلا ما يرضي الله عز وجل وهذه الذرات كما نشاهد متشابهة للعنصر الواحد إذن ماذا ينتج عن تجمع ذرات النحاس؟ ينتج عن تجمع ذرات النحاس عنصر يسمى عنصر النحاس ولو نظرنا للصورة الأخرى والتي تمثل مادة الألمنيوم مما تتكون مادة الألمنيوم؟ تتكون مادة الألمنيوم من ذرات وهذه الذرات كما نشاهد متشابهه ايضا اذا ماذا ينتج عن تجمع ذرات الالمنيوم ينتج عن تجمع ذرات الالمنيوم عنصر يسمى عنصر الالمنيوم ولكن هل يعد العنصر ماده نقيه نعم لماذا؟ لأنّ العنصر يتكون من نفس النوع من الذرات، فعنصر النحاس مادة نقية؛ لأنه يتكون من ذرات النحاس فقط، وعنصر الألمنيوم مادة نقية أيضًا؛ لأنه يتكون من ذرات الألمنيوم فقط، وجميع العناصر بلا استثناء موادٌ نقية. اذا نستطيع ان نستنتج تعريفا دقيقا للعنصر فالعنصر هو ماده نقيه يتكون من نفس النوع من الذرات ولكل عنصر خصائص تميزه عن العناصر الاخرى فمثلا عنصر الحديد يتواجد في الظروف الطبيعيه في الحاله الصلبه وله استخدامات عديده فهو يستخدم في بناء الجسور والمباني وهياكل السيارات لماذا لانه عنصر قوي ويتحمل الضغط الكبير الواقع عليه اما عنصر الاكسجين فإنه يتواجد في الظروف الطبيعية في الحالة الغازية وعنصر الأكسجين يتواجد في الهواء الجوي بنسبة 21% لذلك هو عنصر ضروري ومهم لعملية تنفس الكائنات الحية أما عنصر الألمنيوم فهو عنصر صلب في الظروف الطبيعية، وله استخدامات عديدة أيضاً، فهو يستخدم في صناعة هياكل الشبابيك؛ لأنه خفيف الوزن، ويستخدم كذلك في صناعة أواني الطهي، أما عنصر الزئبق؛ فإنه يتواجد في الحالة السائلة؛ ولأن معامل تمدده منتظم وموصل للحرارة، فإنه يستخدم في صناعة موازين الحرارة. أما عنصر الكبريت، في الحالة الطبيعية يتواجد في الحالة الصلبة، وهو عنصر هش، وله لون أصفر كما نرى، ويستخدم في صناعة مبيدات الحشرات عنصر الكربون ما حالته الطبيعيه عنصر الكربون هو عنصر صلب في الظروف الطبيعيه وفيما يستخدم يستخدم عنصر الكربون في صناعه البطاريات لانه موصل جيد للكهرباء كما انه يستخدم ايضا في صناعه اقلام الرصاص عنصر الهيدروجين يسمى بوقود المستقبل فما هي حالته الطبيعيه عنصر الهيدروجين غاز في الظروف الطبيعيه وفيما يستخدم يستخدم كوقود نظيف وامن بيئيا ولماذا يعتبر عنصر الهيدروجين امن بيئيا لانه لا يطلق غازات ضاره عند حرقه لذلك يمكن استعماله كوقود للسيارات والمركبات الفضائيه والصواريخ ويستخدم ايضا في انتاج الكهرباء دعونا الان نتامل الشكل المقابل ما الماده الموجوده انها براده الحديد ومسحوق الكبريت هل لك عزيزي الطالب ان تصف ماده براده الحديد ومسحوق الكبريت نعم بكل تاكيد براده الحديد عباره عن ماده هشه صلبه في الظروف الطبيعيه وسوداء اللون بينما مسحوق الكبريت ماده هشه صلبه وصفراء اللون والان لو حاولنا تقريب المغناطيس من براده الحديد ماذا يحدث تنجذب براده الحديد نحو المغناطيس ولو حاولنا تقريب المغناطيس من مسحوق الكبريت ماذا نلاحظ لا ينجذب مسحوق الكبريت نحو المغناطيس ولو قمنا بخلط نصف ملعقه من براده الحديد مع ملعقه من الكبريت ماذا اسمي الناتج احسنتم يسمى الناتج مخلوط لأنه ناتج من خلط مادتين برادة الحديد والكبريت ولو قمت عزيز الطالب بتقريب المغناطيس من المخلوط الناتج ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن برادة الحديد تنجذب نحو المغناطيس بينما لم ينجذب مسحوق الكبريت للمغناطيس، وبهذه الطريقة البسيطة يمكن فصل مخلوط برادة الحديد والكبريت عن بعضهما البعض، والآن لو قمنا بتسخين مخلوط برادة الحديد ومسحوق الكبريت مدة قصيرة من الزمن مع ضروره الانتباه لتسخين هذا المخلوط في مكان مفتوح وذلك لان عند تسخين هذا المخلوط ينتج غاز سام فلا بد من استخدام الكمامات والقفازات والنظارات الواقيه لحفظ الامن والسلامه فعند القيام بعمليه التسخين ماذا ينتج ينتج ماده جديده صلبه متماسكه فلو قمنا بتقريب المغناطيس من هذه الماده الجديده ماذا سيحدث لا تنجذب نحو المغناطيس فهذه الماده الناتجه لها خصائص تختلف تماما عن خصائص مكوناتها وتسمى المركب برايك عزيزي الطالب هل المركب ماده نقيه نعم لان المركب يتكون من نفس النوع من الدقائق فالمواد النقيه قد تكون عناصر وقد تكون مركبات وكثيرا ما نسمع أحباء الطلاب بمقولة (في الاتحاد قوة)، وهذا يؤكد ما ورد في قرآننا الحكيم عندما قال الله عز وجل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى"، صدق الله العظيم، فهذا التعاون نلاحظه في اتحاد عنصرين أو أكثر مع بعضهما البعض، ليعطيا مادة جديدة بخواص جديده تسمى المركب فما المقصود بالمركب المركب هو ماده نقيه يتكون من عنصرين او اكثر لا يمكن فصل مكوناته الا بطرق كيميائيه خاصه وهناك مركبات عديده في حياتنا مثل الماء والسكر وملح الطعام. لنأخذ مثالا على مركب ملح الطعام، أو ما يسمى بكلوريد الصوديوم. فهو يتكون من عنصر الكلور وعنصر الصوديوم. يا ترى ما خصائص كل منهما؟ عنصر الكلور يتواجد في الطبيعه على الحاله الغازيه وهو غاز سام رائحته كريهه لذلك يجب الابتعاد عن استنشاقه ولونه اصفر مخضر وفيما يستخدم يستخدم في صناعه مبيضات الاقمشه كما انه معقم جيد لمياه الشرب. أما عنصر الصوديوم، فما هي حالته؟ يتواجد عنصر الصوديوم في الحالة الصلبة. لونه في لامع وعندما يحترق ينتج لهب أصفر شديد التفاعل مع الماء والهواء، لذلك يحفظ تحت طبقة من الكاز. وعندما يتحد عنصر الكلور مع عنصر الصوديوم يتكون مركب جديد بخصائص جديده تختلف تماما عن خصائص عناصره يسمى مركب ملح الطعام او مركب كلوريد الصوديوم فهذا المركب صلب وذو لون ابيض ولا تكاد تخلو مائده الطعام منه. لنقارن الان بين مركب السكر وغاز ثاني اكسيد الكربون والماء من حيث اولا العناصر التي تدخل في تركيب كل منهما السكر يتكون من ثلاث عناصر اساسيه وهي كربون وهيدروجين واكسجين اما غاز ثاني اكسيد الكربون فانه يتكون من عنصرين وهما الاكسجين والكربون بينما الماء مما يتكون يتكون الماء من عنصرين وهما اكسجين وهيدروجين ولنقارن بينهما من حيث حاله كل مركب في الظروف الطبيعيه السكر يتواجد في الحاله الصلبه بينما ثاني اكسيد الكربون فحالته في الظروف الطبيعيه احسنتم انه غاز بينما الماء يتواجد في الحاله السائله بكل تاكيد ولنقارن بينهما ايضا من حيث استخدام كل مركب فيما يستخدم مركب السكر يستخدم السكر في صناعه الحلويات بينما غاز ثاني اكسيد الكربون فيما يستخدم يستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون في صناعه المشروبات الغازيه بينما الماء يستخدم في الشرب وري المزروعات الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام لقائنا لهذا اليوم اشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم احبائي طلاب وطالبات الصف الخامس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد مشاهدتك للفيديو يتوقع